أنا كأمين عام ندعو إلى إجراءات فورية من طرف السلطات العمومية، أولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات طابع سياسي، حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية مستقلة توافقية. شيء اثنين، ندعو السلطات وبصفة خاصة سيد رئيس الجمهورية إلى تعهد بإيجاد حل دستوري أو شعبي لمسألة تمديد العهدة باش نطمنوا الشعب. ندعو كذلك إلى تحديد أجندة دقيقة للانتقال الديمقراطي. البعض يقول راكم جبتوا بنا الوقت 2019-2020، نقول هناك إمكانية باش نعاود نحدد أجندة دقيقة للانتقال الديمقراطي.